اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وأظهرت النتائج أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة 2021-2022 هي 75.4%، وأشارت النتائج إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم 78.32%، وفي الشعبة العلمية رياضيات 81.10%، وفي الشعبة الأدبية 68.38%. كاميرا التلفزيون نقلت فرحة الطلاب وأسرهم، وكان اللقاء مع بعض الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية. لسه وصلناني وطلعت الرابعة على الجمهورية، كنت بذاكر 3 أو 4 ساعات، 4 ساعات و5 ساعات في اليوم، وكنت بقسم وقتي ما بين المذاكرة والرسم، بعمل مجهودي في المذاكرة، وعايزة أدخل فنون جميلة، غالبا فنون جميلة أو ألسن، وعملت الاختبارات والحمد لله نجحت فيها. بسملة محروس، الخامسة على الجمهورية، الشعب أدبي، مدرسة سوهاج الثانوية بنات. الامتحانات يعني كانت كويسة بالنسبة لي عشان أنا كنت لما الدنيا. أنا اسمي محمود نعمان الفيل، رابع مكرر على الجمهورية من خربتها أكو محمد البحيرة، مدرسة نصر الثانوية بنين. كنت بذاكر 8-9 ساعات في اليوم على حسب اليوم يعني، وكنت بشوف فيديوهات يوتيوب، ما كنتش بروح أدرس خصوصية، بس كان في مدرسين معينين أنا أعرفهم يعني، كنت بسألهم في حاجات معينة. أنصح الدفعة الجديدة إن هم ما يخافوش من السنة وما يقلقوش، سنة عادية جدا. يعني أنا أصلا من ساعة اللي هو الإعلان الأوائل وكده أنا ما كنتش صاحي يعني، كنت نايم أصلا، وواحد من أصحابي رن عليا يعني هو اللي بلغني. أنا عرفت النتيجة النهاردة الصبح، اتفاجئت بيها لأن أنا كنت عشمان إن المجموع هيطلع كويس يعني، لكن ما كنتش عامل حسابي إن هتبقى في ترتيب أو كده، بس الحمد لله يعني رتبت الرابع على الجمهورية. بالنسبة للمذاكرة ما كانش، كان أكتر حاجة ساعدتني السنة دي إن أهلي ما كانوش يضغطوا عليا، ما كانش في توتر في البيت، لو كنت تعبان مثلا ممكن ارتاح الحمد لله، ما كانوش بيضغطوا عليا يعني لما يبقى في مشاكل وكده.